قبل أن نبدأ فعليا كلمات المهمة في هذه الليلة، الحقيقة أن عائلة النادي الأهلي وأسرة الكاراتيه تحديدا فقدت لاعبتين من أبناء النادي الأهلي بفعل حادثتين مؤلمتين. اللاعبتين هم ملك هاني واللاعبة مليكة أحمد صبحي. ندعو الله أن يتغمد الفقيدتين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم عائلة النادي الأهلي الكبيرة والصغيرة الصبر والسلوان. وأدعو حضراتكم جميعا للوقوف دقيقة حدادا على روح الشهيدتين. شكرا جزيلا.